انت ما بتشوفي؟ انت؟ انا اسف اسف مدام، كان لازم دير بالي وانتبه قدامي اكثر انا وماشي، ما كان قصدي ابدا. انا اسف كثير، نزعت لك الساري، انا ما كنت شايف قدامي وما كان قصدي عن جد. اذا بتريدي لا تتضايقي مني. انت شو متوقع اني ما رح بهدلك؟ انت شو اللي عم تعمله هون؟ بعتقد انك نسيت الحكي اللي قلت لك اياه. لا انا ما نسيت منوب، متذكر كل اللي قلتي لي. طلبتي مني اني بعد عن بنتك شارلين وما وقف بطريقه ابدا. ايه وثقي فيني، انا عن جد بعدت عن بنتك وما عم شوفها ابدا حتى. صدقيني انا ماني متذكر شكلها، قولي لي هي بتشبهك شوي؟ ماني متذكر، هي كثير حلوه اكيد مثلك ما هيك؟ انا عم بمزح اكيد، لا تتضايقي مني. ايه شو هالمزحات؟ ها قلي وين النكته؟ انا جديه كثير معك، قلي شغله وحده، انت شو اللي جابك؟ انت شو عم تعمل هون؟ شو اللي خلاك تكون بهالمكان هاد؟ اذا بتريدي انا عن جد اسف منك. مدام سانجانا ما فيكي تغلطي بالتصرف هيك مع سهري برادلي. لا خالتي الحق مو عليها، الحق علي انا. انا ما كنت عم بتطلع قدامي وانا ماشي، متضربت فيها ووقعت العصير على ثيابها، بس كنت عم بعتذر منها هلا. ايه مو مشكله اذا انت غلطت، اكيد ما كان قصدك تضرب فيها. انت اعتذرت وبكفي هيك، غلطك ما انه كبير كل هالقد. غلطه مو كبير برايك؟ لا هاد البني ادم سيء كثير وفوق هيك مش كلجي كمان. واصلا انت اول ما تعرفي شو غلطان وقديش في كثير اغلاط هو مرتكبها، لما تعرفي انت فورا رح تبعدي عنه وتبعدي بنتك. ما فيك تحكي عن سهري المستقبلي بهالطريقه، عم تفهمي؟ بكفي انه هو اعتذر منك اه، وبدل ما تسامحي فورا انت عم تهيني. بكفي لهون وبس، انت لازم تعتذري منه. اعتذر؟ انا اعتذر منه؟ شو عم يصير هون؟ شو إلا؟ بس يا خالتي انا اعتذرت منك، اعتذرت منك اكثر من مره، بترجاكي سامحيني بقى. بترجاها وقف بقى، غلطك مو هالقد كبير. مدام كارينا، مدام سانجانا عم تضل تهين سهري المستقبلي بتصرفاتها وكلامها. بريدفي اعتذر منها أكثر من مرة بس هي ما عم تقبل. واليوم عندي إحساس إنك رح توقفي معي. بدك وقف معك؟ لشو؟ ليش لحتى وقف معك؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.